ما لوش دعوة. أنا ضد السيسي. فريق سيدي صبحي ما لوش دعوة. أنا ضد السيسي في هذا القرار وفي هذا التحرك، وشعب مصر كله ضد. إيه يا عم السيسي؟ إيه يا سيادة الرئيس؟ الله ترفع لنا الأسعار وندخل تودي غزة إيه ونيلة إيه؟ بلا غزة بلا مصيبة بلا نيلة بلا هباب. الله ده إحنا من سنة 48 وإحنا واقعين في الدم. بسبب ناس باعوا قضيتهم. هم باعوا نفسهم اصلا. واحد بايع نفسه اروح لاقول له لا والنبي عشان خاطر ايه يا سياده الرئيس؟ يا سياده الرئيس انت هتعلي لي السكر توصله قلب؟ انت عايز تموتني بالحداقه؟ الله